نتأسف أن في بلديتكم الأمر اللي وقع وما عنده حتى تبرير وما عنده حتى تفسير، ما عنده حتى تبرير وما عنده حتى تفسير وما عنده حتى تعليل، لأن ظاهرة الانسدادات في الكثير من البلديات، ما نقولش في الكل، أنا نحترم كما نقول لك آراء الناس، في الكثير ظهرت إما عند تبليغ البرامج، كي نقول عند تبليغ البرامج يراها البعض عند تبليغ التخصيصات المالية حد الونرش أو عند توزيع سكن، كاين الناس ما هادهمش ولا ما راق لهمش أن بلد ذويهم ولا أولادهم ولا وحل الولا تناقش، وبالتالي أمور واحدة أخرى نمش نقول لكم اتقوا الله في هذا الشعب، روحوا خدموا بلديتكم من غير المعقول هذه التصرفات، ما عندها حتى تبرير، ما عندها حتى تبرير. الشعب قال كلمته في الانتخابات، انتم فصلتوا النهار الاول درتوا رئيس بلدية، انتخابات شفافة ونزيهة، أول انتخابات محلية شفافة ونزيهة، مانيش عارف من بعد عليها الناس خاصة في المعمورة، معمورة شعب طيب، على بالك أنا نفرح كي نشوف شكوى من المعمورة جاتني، ما يكتبوش، الشعب ما يشكيش، الشعب ما يشكيش ما يعنيش أن بالك الشعب يعني صبار، أنا في الزيارة اللي جيت هذيك المرة جيت حتى بدون بروتوكولات، قلت باش ما يكونش معاهم بالك رسميات ولا شعب، كيما نقول لك شعب يعني ككل شعب جزائري، شعب صابور، شعب غيور على بلاده، عجبتني المدينه نظيفه، جيت رفعت دعوه قضائيه ضد الفساد المجلس نزل، انا مش هذه اللي تحبسني على محاربه الفساد، ونروح الى ابعد حد في القضيه هذيك من العيب والعار، ان منطقه كيما درا الحرش نمشوا نمارسوا فيها هذه الممارسه. أنا وش نقول لكم، روحوا خدموا خدمتكم، اتقوا الله، المشاريع نشكر الأمين العام للبلدية سي جوابي مصطفى، خير أمين العام، إنسان صبور، إنسان خدم خدمته، رافقناه مع سيد رئيس الدائرة، يعني لو كان إنسان يدي العبرة، الشعب إذا ما وقفناش معاه في فترة الحرائق، فترة الماء، وقتاش نوقفوا معاه؟